بيواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد تصبح على خير مع المخرج محمد سامي والفنانة نور اللبنانية ودرة ومي عمر. وانتهى الفنان تامر حسني من تصوير مشاهده الخارجية وكانت في منطقة شعبية اسمها اسطبل عنتر، ويوم التصوير كان صعب جدا لان المشهد كان عبارة عن فرح شعبي. ونشر الفنان تامر حسني على صفحته على انستجرام فيديو ليه وهو بيصور في اسطبل عنتر، وعلق تامر على الفيديو وكتب: ألف شكر لأهالينا وإخواتنا الجدعان قوي في اسطبل عنتر على استقبالهم الكريم لكل أسرة فيلم تصبح على خير. واستقبل أهالي منطقة اسطبل عنتر الفنان تامر حسني بترحاب كبير، وده طبعا لشعبيته الكبيرة في مصر والوطن العربي كله. وبيجسد تامر حسني من خلال الفيلم شخصية مهندس من عائلة اسمها الخديوي، وبيتعرض طبعا لمواقف كتيرة خلال أحداث الفيلم. وكان أعلن الفنان تامر حسني أنه هيحيي حفل رأس السنة في القاهرة في فندق كبير على كورنيش النيل، وأعلن كمان أنه محضر مفاجآت كتيرة لجمهوره في حفل رأس السنة. كمان تامر حسني هيبدأ تصوير مسلسله الجديد مع الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ما يخلص تصوير فيلم تصبح على خير، والمسلسل من تأليف خالد جلال وإخراج محمد سامي وهينافس في رمضان 2017.